صح انه الاستاذ احمد وكل متتبعي تلفزيون المسار على تردد 11372 يوم ان شاء الله حيكون نهايه اسبوع ان شاء الله سعيده ان شاء الله يا رب ان شاء الله كل المتتبعين يا رؤوف رؤوف عندنا خمس دقائق وقبلها انا ديما عندي احساس اني انا واقف فيك بدري يا جماعه لا لا بس والله يعني جاهز انا جاهز يعني من بدري يعني كل استعدادات باهي تمام يعني يكون معكم باهي تمام تمام ربي يعطيك الصحة وعندنا ان شاء الله خمس هيك دقائق انا مش هقاطعك ونعطيك مساحة لتقديم الاخبار نعم مباراة وخسارة المنتخب الوطني الهدفي دون مقابل اعلن الاتحاد السوسي عن اقاله مدرب المنتخب الاول كارلوس غونزاليس بعد الهزيمه الاخيره من المنتخب الوطني الهدفي ومن المنتظر ان يعلن الاتحاد الكويتي اسم المدرب الجديد في الساعات القادمه حيث من المستبعد ان يكون اسما محليا وقد تتجه النية نحو المدرسه الفرنسيه او الانجليزيه طبعا المنتخب الوطني حقق نتيجة بهدفين دون مقابل في هذه المباراة اللي جمعتها يوم الثلاثاء على أرضية ملعب الأخير وهي في ملعب جابر بن أحمد على هامش أجندة دولية اتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طبعا الفوز المباراة بعد الفوز المنتخب ربما حيكون في تصنيف المنتخب بعد هذا الفوز يعني يكون تصحيح في مسار التصنيف الدولي للمنتخب الوطني يعني عدل من تصنيف الدولي ممكن نشهد أن نتحسن في موقع المنتخب الوطني في تصنيف الدولي لكرة القدم خلينا في النادي الأهلي طرابلس يسافر ثلاثة اليوم إلى مصر من أجل الدخول في معسكر تدريبي استعداد المرحلة الثانية بطولة الدولي الممتاز إلى جانب مجموعات كوخ فدرالية الأفريقية طبعا ومن المقرر أن تنطلق رحلة السعيد يوم الخميس وتحديدا الساعة 11 مساء نحو العاصمة المصرية الصغيرة. وكان الفريق الأول قدم النادي الأهلي طرابلس قد لعب فريقين براوتيين قيادة المدير حسام التونسي فتح الجبال أمام الأمواج الزرقاء في إطار تحضيرات والاستعدادات للمرحلة المقبلة حيث تمكن الفريق من الفوز بخماسية نظيفة. طبعا هذه استعدادات فريق الأهلي طرابلس والدوري الليبي الممتاز حتى بالنسبة لمسابقة الكونفدرالية الأفريقية. طبعا نمشي الممثل الآخر اللي هو فريق الاتحاد آخر أخباره بالنسبة لاستعدادات النادي الاتحاد طبعا خاض أول مباراة ودية خلال معسكر الفريق في تونس خلال المنتخبات القادمة محليا وقاريا الاتحاد واجه مساء الأربعاء أمس النادي الأولمبي بالكامل التونسي على أرضية ملعب النادي الأولمبي مباراة ودية حسم العميد صالح بهدف جاء عن طريق مهاجم الدوري محمد زعبية طبعا هذا الفوز يوفر معنويات الاتحاد في منافسة المقبلة في المباريات المقبلة على منافسة قوية سواء في الدوري الليبي أو في كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية طبعا أمس حتى الاتحاد الأفريقي قرر لجنة الطبقات أن تأجيل مباراة الاتحاد طبعا للسياق جولة المباراة الجولة الافتتاحية للناس الكرة الجديدة في الاتحاد بسبب المجموعة الأولى أو الثانية عفوا من دور المجموعات في الكونفدرالية إلى مطلع شهر مارس وهي مباراة كانت مقررة تكون أمام أورلاندو بيرنتس أو فريق للتحديد المتأهل لمباراة رياض الحاكم بين شريط القبائل الجزائري مع بيتي رويال ليوبارد البوتسواني هذه بالنسبة للتي تم تأجيلها المرة الثالثة حيث ستقام مباراة في الجزائر يوم السادس من شهر فبراير الجاري وسيلتحق الفريق المتأهل بفرق المجموعة الثانية التي تضم أورلاندو بيرنتس جنوب أفريقيا وجوزيفو ساورا الجزائري الغريب أن نفس لو كان تأهل شريط قبائل حيكون في فريقين جزائريات في نفس المجموعة ربما هذا النظام يتخالف مع أنظمة الاتحاد الأفريقي ولجنة مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مش عارفين ربما هناك يعني بعض يقولوا أن بعض الفوضى ممكن تحصل في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نعم
طبعا من اخبار فريق النصر، اخر اخبار فريق النصر طبعا، واخر اخبار اللاعب عامر الثورجي، حيث اكد الصفحه الرسميه لنادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان اللاعب سينتظم التدريبات الجماعيه من يوم الخميس. نعم. نصف ثاني مرحله اليوم مسابقه الدوري، والله كله استعداد لمرحله نعم.